مع كل موسم دراسي جديد يجد الآباء وأولياء التلاميذ نفسهم أمام صعوبة حقيقية تحول دون اندماج أطفالهم مباشرة في النظام الدراسي بعد صخب الموسم الصيفي وعاداته المصاحبة كالسهر لساعات متأخرة من الليل، التسمر لمدة طويلة أمام الهواتف والأجهزة الإلكترونية، وعدم التقيد بوقت محدد لتناول الوجبات الغذائية، وضع يقتضي منهم تهيئا نفسيا مسبقا وضبطا للروتين اليومي. احنا تتكون عند الاطر العامله بالمؤسسات التعليميه فيها شهر، ولكن التلاميذ كتجيهم شهرين اكثر، كتكون عندهم شهرين في العطله، وملي كيتم العوده ديالهم للمؤسسات التعليميه كتجي شويه صعبه هاد التلاميذ باش نعاود يقبطوا ثاني الاستمراريه البيداغوجيه لهم داخل المؤسسات التعليميه. اول حاجه اللي خاصها تقوم في هذه المحطه ديال العوده ديال التلاميذ خاص يكون استعداد ديال الاسره داخل البيت، تستعد هي والابناء ديالها للدخول المدرسي، يبدا يفيقوا شويه بكري ويهيئوا وليداتهم نفسيا للدخول المدرسي، ويحاولوا يستأنسوا مع الكتب الدفاتر والكتب واللوازم المدرسيه الجديده. كي كنا كنديروا جميعا باش يبدا الام تتغلف مع وليداتها الدفاتر ويكونوا مستعدين، تتحس بالاسره بانها مستعده نفسيا للدخول المدرسي مع وليداتها. وبما أن المسؤولية مشتركة، فإن الخبراء التربويين يحثون المدرسين على ضرورة تبني مقاربات جديدة لرفع جاذبية المدارس من قبيل الإنصات إليهم، تبديد مخاوفهم بشأن الموسم الحالي، واعتماد صيغ جديدة للتعارف تضمن إشاعة علاقات الود والتعاون. بالنسبة للأساتذة خصنا والأستاذات خصهم ياخذوا بعين الاعتبار بأن هذا الوليد راه كان في مرحلة عطلة، والآن على حسب المقرر الوزاري المرحلة الأولى والشهر الأول هو ديال يعني استكشاف ديال اختبارات تشخيصية للمستوى ديال الوليد وديال الميزة. حتى الوزارة يعني في المقرر الوزاري تتاخذ بعين الاعتبار بأن الوليد راه كان في عطلة والتحق بالمؤسسة وعيب داعو ثاني عام جديد وعيب داعو ثاني خطوة جديدة. ضرورة صيادة الخطاب الإيجابي والتحفيزي داخل الأسرة يبقى المفتاح الأمثل من أجل إذابة القلق والتوتر الذي يعتري الكثير من التلاميذ بشأن الصعوبات التي قد يواجهونها بفعل الانتقال من مستوى دراسي إلى آخر.